أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الحدث الأسبوع وأولى الأحداث لهذا الأسبوع. أكد مندوب مصر لدى مجلس الأمن أن مصر تدعم الاتفاق السياسي الليبي، وهذا ما عملت عليه جمهورية مصر العربية منذ بداية الأزمة. السيد الرئيس، لا يخفى على أحد الجهود التي بذلتها مصر طوال الأشهر الماضية لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للأشقاء في ليبيا للتوصل إلى تسوية تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وتعيد الاستقرار للبلاد وتعود بليبيا إلى مكانها الطبيعي في العالم العربي وإفريقيا والمجتمع الدولي. إن الجهود المصرية كانت وما زالت تستند إلى الاستفادة من الروابط التاريخية بين شعبي مصر وليبيا لتحقيق التوافق بين الليبيين. لقد تواصل الحوار الذي رعته مصر بمشاركة كافة الأطياف الوطنية الليبية من غربها وشرقها وجنوبها ومن مختلف مؤسساتها الشرعية بموجب الاتفاق السياسي الليبي. ولعل أهم النتائج التي آل إليها هذا الحوار هو التوافق على تشكيل لجنة للحوار معنية ببحث تعديل الاتفاق السياسي الليبي بما يتضمن تعديل ما نص عليه هذا الاتفاق بشأن القائد الأعلى للقوات المسلحة وغيرها من القضايا التي تسببت في تعطيل تنفيذه. على أن تتشكل هذه اللجنة من 30 عضوا من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة. هذا كما أكد المندوب المصري تشكيل لجنة من 20 شخصا من مجلس النواب والمجلس الرئاسي غير الدستوري للتباحث حول إمكانية تعديل الاتفاق السياسي. في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتهيئة أجواء تنأى بعملية الحوار الليبي عن المصالح الضيقة التي تغذيها بعض القوى الإقليمية، فإن تلك القوة المعروفة للجميع ما زالت تلعب دورا هداما في ليبيا. وللتدليل على هذا الدور يجب التأمل في دوافع هجوم بعض العناصر المتطرفة على منطقة الهلال النفطي في شهر مارس الماضي، وفي توقيت تتأهب فيه القوى الليبية للحوار استنادا للتفاهمات التي توصل إليها الأشقاء الليبيين في القاهرة. وبعد أن كانت المنشآت النفطية قد عادت لإدارة المؤسسات الوطنية الليبية المعنية ليجني جميع أبناء الشعب الليبي ثمار ثرواته الطبيعية. إن التخريب الذي يستهدف ليبيا واضح وصريح، ويتعين على مجلس الأمن الاطلاع بدوره في حمل القوى الإقليمية الهدامة على مراجعة مواقفها والامتناع عن العبث بمقدرات الشعب الليبي والمنطقة ككل. أيضا أكد المندوب المصري أنه يتعين توافر إرادة سياسية لدى كافة الأطراف الليبية لنجاح جهود حل الأزمة، مؤكدا أن طرابلس تعاني أوضاعا فوضوية بسبب وجود الميليشيات بها. تؤشر الأوضاع الفوضوية التي تعاني منها العاصمة الليبية طرابلس من آن لآخر إلى خطورة غض الطرف عن استمرار الميليشيات في ابتزاز الليبيين وترويع المدنيين. وترى مصر ضرورة تركيز الجهود الدولية في المقابل على دعم بناء مؤسسات أمنية مهنية ووطنية. ومن هنا تؤمن مصر بأن الجيش الوطني الليبي يمثل نواة لبناء قوات مسلحة ليبيا موحدة تعمل تحت إشراف السلطات المدنية المنتخبة. قد أثبت هذا الجيش في أكثر من مرة توجهاته الوطنية، سواء من خلال مواجهاته الناجحة مع عناصر الإرهاب في الشرق أو من خلال تعاطيه المسؤول مع مسألة إعادة الإدارة للمنشآت النفطية الليبية لمؤسسات الدولة المعنية. وغنيا عن القول أن مواجهة والقضاء على الإرهاب الذي تمثله داعش وغيرها من التنظيمات والذي ما زال يهدد ليبيا إنما تتطلب جهدا وطنيا خالصا. نرى أن جيشا وطنيا ليبيا يضم كل أطياف المجتمع الليبي هو الأقدر عليه. ومن هنا
فمن مصلحة المجتمع الدولي أن يعي أن القضاء على التهديد الذي يمثله الإرهاب والجريمة المنظمة التي تنطلق من ليبيا يتطلب دعم بناء هذا الجيش في أسرع وقت ممكن. وشكرا. ثمن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقائه مع وزير الخارجية الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي عبد القادر مساهل، ثمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة الجزائرية للوصول لحل في الأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة أن يكون الحوار ليبي وداخل الأراضي الليبية، وأن يكون الاتفاق السياسي ضمانا دوليا لوحدة التراب الليبي. تحية للشعب الجزائري، نثمن هذا الاهتمام الواضح من الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا. أعلن منذ مدة السيد رئيس الوزراء والسيد الوزير أنه لا تدخل في الشأن الليبي، وهما جاء يؤكده اليوم هنا ليقول هذا الصوت أنه لن نسمح بالتدخل في ليبيا، وإن الحوار الاتفاق السياسي لم يكن كتابا مقدسا، ليبيين أحرار يعدلون ما يشاءون، وإنهم يدعمون أن يكون الحوار الليبي ليبي دون تدخل من غير وفي الأرض الليبية، احتراما لإرادة الشعب الليبي ولمطالب الشعب الليبي. أكد أيضا على أنه على استعداد لتقديم كل العون للشعب الليبي حتى يخرج من هذه الأزمة التي يمر بها. إنهم يعرفون جيدا تركيبة الشعب الليبي وحساسية الموقف الآن في ليبيا، يعرفون أن الشعب الليبي شعب قوي شكيمة، شعب لا يقبل التدخل في شأنه، وبذلك هم يؤيدون هذا الاتجاه، لكنهم أيضا حرصهم على أن تكون. من جهته قال مساهل أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين لوضع حل للأزمة الليبية خاصة، وأن العلاقات بين البلدين تحمل سجلا حافلا في ذاكرة التاريخ، مؤكدا أيضا على ضرورة جلوس الليبيين حول طاولة حوار دون اللجوء إلى الخارج وفقا لمصلحة البلاد والمواطنين. أضاف مساهل أيضا أن زيارته تتضمن زيارة بعض المدن الليبية بالإضافة إلى المناطق الحدودية بالجنوب الغربي لليبيا والتي تقع في الحدود الليبية الجزائرية. الاتفاق السياسي كما قلت، والاتفاق السياسي ليس قرآن، الاتفاق السياسي يقدر يعني يتعدل، وهذا بإرادة الليبيين. نحن نتمنى أن في المرحلة المقبلة هذا الحوار حقيقة الليبي اللي نحن نتمناه منذ بداية الأزمة أن يتحقق في هذا الحوار، ونحن دائما متفائلين لأن لليبيا طاقات، لليبيا مواطنين يحبوا وطنهم، يحبوا يعني يدافعوا عن مصالحهم، ونحن مع هذا الحوار ومع ليبيا موحدة مع انسجام الشعب الليبي، وإن شاء الله تكون فيه مراحل أخرى. أنا كما تفضل وكما قلت هذه يعني جولة في. وآخر الأحداث، حيث شدد مندوب روسيا الاتحادية لدى مجلس الأمن الدولي فلاديمير سافروركوف على ضرورة دعم أو عدم تهميش الجيش الوطني الليبي، معتبرا أنه يمكن أن يشكل في المستقبل نواة للقوات المسلحة الليبية، مشيرا للأعمال العدائية في الهلال النفطي والجنوب الليبي. يجب ألا نترك المجال للمنافسة غير الصحية، وبالتالي نولي أهمية كبيرة لتوحيد الجهود الدولية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، جمع الدول العربية والدول المجاورة. من المفيد أن يكون لدينا موقف مشترك من قبل القوات الإقليمية، لأن ليبيا آمنة ومسالمة ومستقرة من مصلحة الجميع. أعتقد أنه من الخطأ أن نسمح بالتجزؤ فيما يتعلق بالمسائل الأساسية التي يجب أن نعمل عليها. توحيد الجيش والقوات الأمنية، من الخطأ أن نهمش الجيش الوطني الليبي، لأن الجيش قد يشكل الأساس للقوات المسلحة المستقبلية الموحدة.
هذا فيما رأى المندوب الروسي أن انتشار الإرهاب في ليبيا مسألة حادة، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم ضبط الحدود الليبية من قبل السلطة المركزية، وداعما للاتحاد الأفريقي ودول جوار ليبيا في حل الأزمة داخلها، منوها لدعم الجيش الليبي بقيادته المركزية. إن المواجهة المستمرة بين طرابلس وتبرق هذا أفضى إلى شلل في نظم الحكم، وهذا مقلق ويؤشر إلى انعدام الاستقرار. ورأينا أعمال عدائية في الهلال النفطي وفي جنوب البلد. فيما يتعلق بالخواء في السلطة في بعض المناطق، نرى ظهور لداعش والقاعدة ونرى أنشطة لمجموعات إرهابية مرتبطة بها. إن مسألة انتشار الإرهاب مسألة حادة نظرا لضعف الحدود وضعف وكالات إنفاذ القانون المركزية. ونتيجة أنشطة مكافحة الإرهاب نشعر بالخوف بأن بعض المقاتلين تمكنوا من الانتشار إلى مناطق أخرى في البلد واستحالوا إلى خلايا نائمة. إن الأثر السلبي للوضع في ليبيا نشعر به في أوروبا. أوروبا مضطرة إلى التعامل مع موجة من اللاجئين الذين يسعون إلى الانتقال إلى القارة الأوروبية على سبيل. وحول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية من بنغازي الباحث في العلاقات الدولية أسامة الخفيفي. بداية أهلا وسهلا بك سيد أسامة، ودعني أسألك سؤال مقتضب جدا عن المبادرة الجزائرية. لماذا الجزائر الآن والبلد يعيش ربما حالة اقتصادية منهارة ووضع سياسي مفكك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحقيقة يعني الجزائر هي دولة عظيمة قبل كل شيء، يعني حتى من ناحية المسألة الجغرافية السياسية هي تعتبر أكبر دولة على القارة الأفريقية وعلى نصف الوطن العربي. نعم. مساحتها أكثر من 2,300,000. ثم الجزائر حول عدد سكانها 40,000,000. الجزائر العامل الرئيسي جدا هي أن عانت من الإرهاب في التسعينات. فمن مصلحتها أو من الأمن القومي الجزائر هي استقرار ليبيا. الشيء الآخر أن الجزائر تقف من جميع الفرقاء السياسيين الليبيين موقف واحد. نعم. فالمبادرة الآن نتمناها يعني ونجح للسلم في جمعنا، فتمنى المبادرة الجزائرية تنجح، رغم أن هي الآن لا نعرف من تفاصيل المبادرة، ولكن هي الشيء المهم فيها أن هي حوار ليبي داخل ليبيا، يعني هذا شيء مهم جدا، وأن تكون الحوار مفتوح للأطراف. نعم. فأكيد الآن بعد زيارة أخيرة قام بها الجزائر مع فرنسا مع الاتحاد الأوروبي مع أمريكا، والناس أن حتى دور الفرنسي خصوصا بعد العمليات الإرهابية وكذا له تأثير طبعا من ناحية التبعية. معروف أن فرنسا استعمرت الجزائر حوالي 130 سنة، والثقافة الجزائرية ما زالت تسيطر على الثقافة الفرنسية، ولكن في لعبة هذه كلها من ناحية العلاقات الدولية هي في لغة مصالح. والأعتقد أن الجزائر لديها إلا مصلحة الأمن. الجزائر تعاني الآن من الجنوب من ناحية مالي ومن ناحية نيجر. نعم. من حركة ما تسمى بوكو حرام. فأيضا الجزائر هي الآن ولديها في نفس الوقت أنها وصلت بعد اتفاق مع الإسلاميين أو مع لا أقول الإسلامية بل أقول التطرف أو جماعات متطرفة. نعم. في الجزائر، وأكيد هذه الجماعات لها تأثير أيضا على السياسة الجزائرية. ممكن الآن تكون الجزائر حاضنة لجميع التيارات باختلافها في ليبيا، أعتقد أنها ستلعب دور، ونتمنى ذلك لأن الشعب الليبي صراحة وصل إلى حالة يرثى لها يعني. نعم. يعني ضروري نعم. الجميع يجلس. طيب أنا فهمت. نعم فهمت أن الموقف الجزائر القائم الآن ربما على حسابات معقدة قليلا ومتعلقة بالحدود الليبية الجزائرية والبالغة تقريبا 900 كيلو متر، هذا الشريط الرابط بين الجزائر وليبيا. هل تعتبر الجزائر هذا الأمر ربما هو أحد ربما العناصر التي تعتمد عليها في دخولها على الخط الليبي؟ والله طبعا هذا شيء مهم جدا، ونتمنى أن من الجنرال حفتر والطرف الآخر أيضا أن أول شيء ضروري أن الجزائر تدعم ليبيا من ناحية أمن الحدود الليبية الجزائرية. نعم. من طرف الجزائر، ليبيا ليس لديها الإمكانيات أن تغلق 900 كيلو. ليبيا تعاني من حرب، تعاني من أزمات اقتصادية، تعاني من مشاكل. نعم. هنا الخدمة الوحيدة التي يطلبها الساسة الليبيون من الجزائر هي إغلاق أو حاول حفاظ أو أمن الحدود الليبية الجزائرية، لأن هذا سيسهل كثير، خصوصا نعاني من ما قلت لك من المثلث الجنوبي اللي ما بين مالي والنيجر. هذه معروفة أفريقيا دائما يعني من الدول الأمن فيها ضعيف جدا،
فالجزائر عليها الآن تلعب دور كبير جدا لمصلحة ليبيا ولدعم ليبيا أن تؤمن كما الآن تفعل تونس أن تؤمن أيضا الحدود الليبية التونسية أما أيضا من ليبيا الجزائرية مع بعض. نعم. طيب الآن في هذه ربما اللحظة البعض يسأل هل تستطيع الآن الجزائر جمع رؤية عربية مشتركة حول الوضع الليبي ربما الذي تختلف حول دوائر صنع القرار في كبريات دول العالم؟ والله يا أستاذ مصباح أنا من خلال الاستقبال الذي حدث الآن في سواء في برقة ولا في طرابلس أو في فزان أن هذا الاستقبال جميع حسب وكالة الأنباء الجزائرية قالت أن جميع الأطراف والفرقاء السياسية في ليبيا يعني وصلوا لمرحلة فعلا يريدون الحوار حوار لأن الحرب أين ستنتهي الحرب؟ لا يوجد مشكلة في العالم حلها الصراع العسكري يجب في النهاية بكل حال نجلس نحن ليبيين يا سيد لكن ليس نعم لدينا الجلوس مشكلة ربما الآن الجلوس ربما تحت ضوابط ومعايير حتى ربما تنجح العملية السياسية هنالك مجهود بذل الآن وهذا الجلوس ربما يحتكم إلى ضوابط ومعايير لا نستطيع أن نضرب بها عرض الحائط الآن. يا أخوي مصباح ليبيا ليست لديها مشكلة، ليبيا من الناحية الاقتصادية دولة غنية، دولة ثرية جدا، العدد السكان 5 مليون، قارنا بالجزائر 40 مليون، أنت عدد سكانها 5 مليون، ليبيا ليس فيها، ليبيا فيها إدارة أزمات، هناك من يخلق أزمات في ليبيا، هذه المشكلة تواجهنا في ليبيا. نعم. شنو وصل الدولار إلى 9 جنيه ونصف أو إلى 10 دينار؟ من اللي وصل؟ من اللي يتحكم في الاقتصاد الليبي؟ هذه الأسئلة للأسف لا أجد أي شخص من النواب أو من الساس أو يجيب على هذه الأسئلة. الكل يلقي اللوم على الصديق الكبير، السيد الصديق الكبير الآن لم يرد على الشعب الليبي. الآن بالنسبة للحوار يا أخوي مصباح، معليش خلينا نتكلموا بالعامية. لما تصير الجلسة كما نقول العامية كل واحد خليه يكب شواليسي، كل واحد خليه يعبر عما في داخله. هذا الطرف يسب وهذا الطرف يسب في النهاية بكل يصل لكن هكذا يضع الآن تجري نعم هكذا تجري سيد أسامة هكذا الآن تجري الأمور هي الآن ربما هنالك الأمور سياسيا بدأت تنصلح نوعا ما مع مضي الحرب ضد الإرهاب مستمرة ولا يوجد حوار مع الإرهاب وأعتقد أن هذا شيء مسلم به الآن لكن نعم لكن الآن دعني أعود بك إلى الموقف الجزائري الرافض أيضا للتدخل الأجنبي في ليبيا هل تعتبر هذه الخطوة الآن والأسرار الجزائري هل هنالك حسابات أخرى يقوم بها ربما الدبلوماسية الجزائرية هل هنالك دور آخر أو حسابات أخرى تقوم بها من أي ناحية الحسابات نعم الأخرى أتكلم من الناحية السياسية طبعا هي أول شيء هذه مبادرة تضع ثقة أكثر حينما تكون طرف والطرف هذا طبعا الجزائر ما تدخلتش الا بناء على موافقات من دول اخرى نعم اخرى نعم يعني مش ما جوش عباطا جزائريين ولكن هذه في نفس الوقت مبادره حينما تمنع التدخل الاجنبي هذه مبادرة. الان الاطراف الليبيه وصلت الى حل انها جميعها اتفقت على انها تحارب داعش سواء البنيان المرصوص او جيشنا الوطني هذه فكره جيده اذا اجتمع البنيان المرصوص مع الجيش الوطني حلت جميع مشاكل ليبيا ليس الاختلاف أنه يمسك شخص فلان نعم. وفلان طيب ينضم إلينا فلان وفلان. طيب ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الدكتور نزار محمود مدير المعهد الثقافي العربي في برلين بداية أهلا وسهلا بك دكتور في الحدث في أسبوع ودعني أسألك عن المبادرات العربية كان هنالك سيل طول الفترة الماضية من مبادرات عربية بدأت برعاية الأمم المتحدة وكرت في الصخيرات المغربية جاءت بعد ذلك المبادرة الثلاثية لدول الجوار والآن مبادرة جزائرية منفردة كيف من الممكن أن يحل الملف الليبي وأن تكون ربما للدول العربية قدرة على المساهمة في حل هذا الملف تفضل شكرا للاستضافة أهلا وسهلا بك أن أشكر القناة على استضافتي في هذا الموضوع نعم وأحب أن أشير إلى أن المبادرات العربية هي أفضل من المبادرات الأجنبية في التوصل إلى حل الإشكالية أو المشكلة الليبية نعم والتي لا يمكن أن تحل دون أن يساهم أبناء ليبيا في حل هذه المشكلة هذا أولا المسألة الثانية أن المبادرات العربية يجب أن تنطلق من منطلقين أولاً المنطلق الأول أنها شعوب شقيقة للشعب الليبي من ناحية والمسألة الثانية هي أنها شعوب تفهم العقلية الليبية نعم و
دوافع ما يجري في ليبيا من صراعات بين الأشقاء الليبيين، صراعات سياسية وصراعات ثقافية واجتماعية. نعم. أعتقد أن المبادرات العربية يكتب لها النجاح عندما تكون منطلقة من هذا المبدأ، من مبدأ الأخوة، وثانيا من مبدأ الوعي في المشكلات السياسية والثقافية لأشقائهم الشعب الليبي. نعم. وأخيرا لابد لهذه المبادرات أن تنهى عن المصالح السياسية والاقتصادية لكي لا تتمحور هذه المبادرات بين محور يضم مصر، السعودية، الإمارات، وبين محور يضم قطر والسودان وتركيا. نعم. وأخيرا أقول أن المبادرة الجزائرية على الرغم من تأخرها فهي مبادرة تتأمل أن يكتب لها النجاح. نعم. لأن الجزائر تتمتع بثقل عربي وإسلامي وأفريقي، وكونها دولة شقيقة تجارة لليبيا. نعم. كما أشير إلى أن اتفاق الصخيرات على الرغم ما شابه من نواقص هنا وهناك، نعم، ولكنه هو الآخر يشكل، يمكن أن يشكل قاعدة انطلاق لحل الكثير من الإشكالات بين الأخوة في ليبيا. نعم. إذن شكرا جزيلا لك الدكتور نزار محمود، مدير المعهد الثقافي العربي في برلين. وأنتقل إلى القاهرة وينضم إلي عبر الهاتف السيد إبراهيم بلقاسم، مدير المركز الليبي لحرية التعبير. أهلا وسهلا بك سيد بلقاسم. في الحدث في أسبوع وعن المبادرة الجزائرية الآن، وربما الحديث عن حوار ليبي ليبي، هل سينجح أم سيكون ربما امتداد لاتفاق الصخيرات، أو سوف تكون الصخيرات هي القاعدة واللبنة الأساسية لهذا المنطلق الجديد؟ تفضل. أهلا بك مصطفى، وأهلا بضيوفك الكرام. في البداية دعني يعني أتساءل من عن الوقت الذي ظهرت فيه هذه المبادرة، مبادرة الجزائر، التي أصفها، يعني هي وجهة نظر ولكن أنا أصفها أنها حصان طروادة لعودة الإسلاميين من جديد. الجزائر هذه الدولة التي عاشت عشرية سوداء مع الإسلاميين، عشرية دموية راح ضحيتها أكثر من 200,000 إنسان، أنهت هذه المرحلة أو تلك الصراعات المتخبطة في تلك الدولة باتفاقات هشة مع الإسلاميين. فبقت الجزائر حتى هذه اللحظة مهددة بأي لحظة أن تنفجر فيها الصراعات الداخلية. فالجزائر يبدو أنها كما يعني كما أشار أحد ضيوفك ونستمع لهم من البداية، أنه فشلوا في إنهاء أو يعني ضبط استتباب واستقرار دولتهم من الداخل، فرغبوا أن يصدروا مشاكلهم لليبيا. الحقيقة أن هناك عدد من المبادرات العربية مطروحة موجودة، وإن كانت جامعة الدول العربية والأشقاء العرب يعني لهم دور ولهم مسؤولية أخلاقية عما تحدث أو ما يحدث في ليبيا اليوم، لأن بدأت مجريات الأحداث من عام 2011 في 13 مارس في 2011 بقرار وزراء الخارجية العرب بإحالة الملف الليبي إلى مجلس الأمن، وعليه اتخذ القرار 1973 وإن كان مش هذا موضوعنا، لكن موضوعنا عن المبادرات. هناك مبادرة حقيقية، مبادرة عربية دعمتها جامعة الدول العربية، دعمتها عدد من الدول، هي المبادرة المصرية، خلط طريقة لتنتهي بانتخابات عامة وانتخابات رئاسية، مساعدة منهم للليبيين لأن يحلوا الأزمة من الداخل. طيب، على حسب تعبيرك سيد بلقاسم، دعني أعود بك إلى نقطة مهمة. حسب تعبيرك أن هذه المبادرة ربما تعتبر حصان طروادة للعودة بالإسلاميين، هل تقصد بذلك مداهنة الجزائر على دور ربما فعال في السابق لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وربما حتى على احتواء تيار الإسلام السياسي؟ هل تفكر أن كيف دخلت القناعة الآن إلى الجزائر أن يكونوا جزءا من الحل؟ شوف، أولا لا أحد يرفض أي طرف ليبي وطني، ولكن خلينا نتفق على أساس المشروع الإسلامي في ليبيا مشروع هزيل وهش وفشل، إضافة إلى أنه فشل لم يلقى قبول شعبي، فرفضه الليبيين جميعا، هناك رفض شعبي للمشروع الإسلامي في ليبيا. بناء عليه لم يعد للإسلاميين وجود،
الآن بهذه المبادرة الجزائرية التي لم نطلع حتى الآن على تفاصيلها، هناك بشكل واضح من يحاول دفع بعودة لجماعات إسلامية من خلال هذه المبادرة، والشاهد على هذا الاجتماع التي أو الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في الجزائر والتي ضمت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في 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 الجزائر مع مجموعة من الشخصيات من بينهم عبد الملك سلاك وزير الدولة وزير رئيس وزراء الجزائر وزير الدولة الوزير الأول في الجزائر. نعم. هذه كلها اجتماعات كلها شواهد على أن المبادرة الجزائرية ستكون يعني بمثابة الجسر لأن يعودوا من جديد إلى المشهد في ليبيا، رغم أن الليبيين يرفضون. طيب. مترفض ليبي واسع لهذه الجماعات. طيب ابقى معي سيد بن قاسم، ابقى معي سوف أعود إليك، دعني أذهب إلى السيد أسامة الخفيفي. سيد أسامة، حضرتك قلت في بداية الحلقة أن ربما المبادرة الجزائرية هي تعبير عن رؤية فرنسية لكن بطريقة غير مباشرة، ماذا عن الصراع الجزائري الفرنسي على ملف المصالحة السياسية في ليبيا وخصوصا بعد استبعاد الجزائر من اجتماع باريس الأخير بخصوص ليبيا؟ تفضل. أنا قلت ربما تكون هذا أحيانا يا سيد مصباح هذا الشغل مخابرات، يعني السياسة ليس كل ما يفعل يقال وليس كل ما يقال يفعل، هذه السياسة ليس كل ما يقال يفعل وليس كل ما يفعل يقال. أحيانا تقول هناك هذا الشغل مخابرات، مصلحة فرنسا ما يبيش مثلا الطرف الغربي أو طرف أوروبي أو كذا كذا، هذا لأن مجتمع مسلم ماذا يعني نحن حساسية عزمنا، فهم يرسلوا الجزائر. مصر طبعا لأنها موقفة معروف مع الجيش الليبي في المنطقة في برقة لأن مصالح مصرية في هذا الشيء. الجزائر أن تقف موقف محايد. أنا سبق حتى ضيفك توس لما سأل على عودة الإسلاميين، هم الإسلاميين موجودين في الجزائر، هناك جواز عرفي حدث بينهم وبين بين جنرالات الجيش. لا هو يقصد على عودة الإسلاميين في ليبيا، هو السعي من المبادرة الجزائرية في ليبيا لعودة الإسلاميين في ليبيا، هذا ما يقصد. معلش ما تقدرش تقضي عليه حتى الإسلاميين في ليبيا، هل تقضي عليه مدينة يعني مثلا مصراته بقوتها العسكرية وقوتها هي تحمي هذه الأفكار؟ فالأفضل أن تجزم الحوار، لو تستمر الحرب مصراته في تركيا تدعمها، في قطر تدعمها، في غيرها يدعمها، لماذا حنستمر في الحرب طالما هناك رفع السلاح؟ طالما هناك يعني عود بك الى المساعي الجزائريه الان سيد اسامه، هل المساعي الجزائريه الان تعتبر هذه المساعي هي مساعي فرديه من نتيجه ضغوطات غربيه على الجزائر ليكون لها دور في التسويه الليبيه؟ اريد ان افهم ذلك فقط. هل تقصد معلش السؤال؟ نعم، سألتك عن المساعي الجزائرية الآن، هل هي مساعي فردية تقودها الجزائر أم أنها نتيجة ضغوط غربية للجزائر ليكون لها دور في تسوية الأزمة؟ لا هو بالأكيد ضغوط غربية، هي هم قالوا هي مبادرة من رئيس بوتفليقة، ولكن صدق يعني أنا دائما شغل الاتحاد الأوروبي والمخابرات، ولأن أصبحت ليبيا الآن كعكة الجميع كلها يتصارع عليها، وكل واحد مش الآن يظهر في صورة، حتى أمريكا الآن أسلوبها وردها أننا مش حنتدخل في العملية الليبية إلا إذا كان هناك في مكافحة في الإرهاب، يعني الغزل المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة ليبيا يعني غزل ضعيف جدا. نعم. ربما الآن الجزائر تلعب هذا الدور، فالتمس فلنضع فرضية ونقول أن الجزائر مبادرة منها فردية، بارك الله فيهم وإن جرحوا للسلم فجرها، على الليبيين كل من يجلس الآن يا مصباح الوقت ليس لصالح، البلاد انهارت، البلاد محتلة، البلاد فيها حرب، نحن في الأمن القومي يسموه في حرب غير محدودة، الحرب غير محدودة هي جميع الدول تتحالف في دول واحدة، الآن ما يحدث في ليبيا هو الصراع مخابرات، مخابرات داخل ليبيا، هي كل واحدة تثبت قدرتها في السيطرة على الدولة. على الليبيين أن يجلسوا كفانا يا أخي، كفانا ما وصلنا به كفانا، سواء جزائر. طيب. مغرب تونس أي دولة مرحبا بها، حتى أوروبا لو دخلوا بطريقة مصالحة، ولكن قد هناك مازال نحن كعقلية ليبية. بعد الحديث الآن عن الجزائر دعني أعود بقليلا إلى الصخيرات الآن وما يشوب ربما من التعديلات، هل هنالك فرصة الآن لتعديل الصخيرات وبالعودة إلى حوار الصخيرات ربما واستثناء كل مبادرة جديدة؟ هو حوار الصخيرات كان جيد في البداية. الشيء اللي صار هو عملية لما داروا المجلس الرئاسي بتاع 9 أنفار اللي معمر سمعنا حكومة يقودها 9 رؤوس، يعني هذا الخلل اللي صار في هذا الموضوع. نعم. لو كان على شخص هذه المشكلة من أين نبع؟ أريد أن أفهم ذلك سيد أسامة، من أين نبعت هذه المشكلة؟ مجلس رئاسي تقودها 9 رؤوس حسب ما هي مشكلة التعصب، والتعصب مبني على الجهل عندنا في ليبيا، كل طرف بيروح أنه قاعد في الحوار، قاعد في رأس الحكم. يا أخي حتى واحد زي الدين مش دعلهم، فليبقى السيد سراج بروحه. المشكلة في السيد سراج إلى الآن هذا الشيء اللي عيبه السيد سراج، إنه لم يجيب خطاب غزلي للشعب الليبي. طيب لم يرسم السيد سراج يستطيع أن يقود هذا المجلس؟ لا دقيقة. نعم. لم يرسم حتى سياسات عامة للشعب الليبي. نعم. الراجل الآن سكر سنة ومعها ما قالش شن اللي بيقدم للشعب الليبي، ما تكلمش على الأزمة اللي في ليبيا، الراجل كملها ليا من دولة 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 دولة
وباخر حاجه يقول لك يضم المجتمع الدولي ان يتدخل. يا اخي اذا كان هو ليس لديه القدره يبدل غيره. هل هي الاتفاق الصخيرات مبني على السراج ام مبني على على على, على التنظيم؟ نعم. هل فعلا اذا السراج فشل يغير غير السراج يا اخي؟ طيب دعني اعود الى السيد ابراهيم بالقاسم. سيد ابراهيم، حسب ما فهمت منك ان تتحدث عن ربما لقاءات ربما ليبيه وحتى شخصيات تحسب على تيارات اسلاميه كانت في الجزائر. البعض يقول ان دعت الجزائر هذه الشخصيات اليها وهي محاوله ربما لجس نبض تصورات كل طرف للخروج من حالة الانسداد عن طريق ربما تقديمهم أوراق سياسية أو ربما تخدم مسار المصالحة التي تسعى الجزائر أن تكون على رأسه. شوف، أول حاجة مصباح اسمح لي أن أكمل الفكرة للنهاية لو سمحت حتى لا يعني. نعم تفضل تفضل. نعم أولا أن يحيي ويجدد التحية للأستاذ أسامة كان قد تخبط في طرحه لوجهة نظره ولرأيه بأن يعني يبارك المبادرة الجزائرية التي هي تعتبر إعاء أو جسر جديد لنفس المجموعات التي كانت في حوار الصخيرات. هذه وجهة نظر سيد إبراهيم، هذه وجهة نظر يعني. هذه وجهة نظرة وأنا أحترمها. أنا أحترم هذا، ولكن خليني أوصل الفكرة كاملة. أنا أكرر أن الإسلاميين وغيرهم من أصحاب الأفكار والتوجهات السياسية موجودين في ليبيا، هم ليبيين، فحق أو من حقهم أن يشاركوا في العملية السياسية، ولكن بإرادة الفرق بيني وبينك أو الفيصل بيني وبينك صندوق الانتخاب وإرادة إرادة الشعبية، إرادة الشارع، مش بغضب إرادة الشارع. كان اتفاق الصخيرات بشطابة وعطابة يعني خطوات طويلة جدا وواسعة، وإن كان مازال في بعض النقاط يجب أن يعاد النظر فيها. فهذا من ناحية المبدأ. ولكن الآن تبارك المبادرة الجزائرية وفرق الصخيرات، هذا بحد ذاته يعني شيء غريب جدا. لكن خلينا نعود لفكرة المبادرة العربية أو المبادرة التي دعمت من جامعة الدول العربية. وإن كنت أكرر من جديد أن جامعة الدول العربية تتحمل جزء كبير جدا من مسؤولية ما يحدث في ليبيا. المبادرة هي المبادرة المصرية. المبادرة المصرية التي حصلت مش دعم بس من جامعة الدول العربية، إنما حتى من الاتحاد الأوروبي، وحتى رئيس الأمريكي الجديد جلس مع الرئيس المصري وتباحثوا في عملية مساعدة الليبيين في وصول إلى حل. نعم. الحل في محلين، حل في يد الليبيين. نحن ما يجب علينا أن نحتوي أنفسنا. طيب أنا كنت سألتك لكي لا ندخل في نقطة أخرى. نعم. رجاء سيد بلقاسم، أنا كنت سألتك عن تواجد بعض الشخصيات التي تعتبر أو تحسب على تيار الإسلام السياسي أو أي تيارات راديكالية أخرى في تواجدها في الجزائر. البعض منها تلقى دعوات من الحكومة الجزائرية وهي ربما يعتبرها البعض محاولة. أنا أسأل، هل تعتبر هذه محاولة فعلا لربما جس نبض تصورات لكل طرف على حدة للخروج من حالة الانسداد السياسي عن طريق ربما تقديمهم تصورات وأوراق سياسية ربما تخدم مسار المصالحة؟ وهذا ما أتت به الجزائر عبارة عن خلاصة ونتيجة لكل الحوارات السابقة التي حدثت في الجزائر. الجزائر تبحث عن نفسها او تبحث عن دور لنفسها في المرحله هذه في ليبيا تحديدا. اين يكمن هذا الدور؟ نعم. احتاج ان افهم. نعم. اين يكمن هذا الدور؟ نعم، وجود شخصيات اسلاميه او محسوب على التيار الاسلامي في الجزائر امر متوقع وامر موجود، ولكن خلينا نرجع لنقطه او لخطوه الى الخلف. الان كنا نتحدث عن مبادره جزائريه، فيما قبلها كانت موجودة المبادرة المصرية أو المبادرة العربية. نعم. فكل هذه المبادرات ومبادرة دول الجوار أيضا. نعم. اسمح لي بس. الجزائر جاءت بعد هذه المبادرات، لم تظهر المبادرة الجزائرية في هذه المبادرات فيما يخرج فعلا بحل. نعم. حقيقي للأزمة الليبية. لا، هناك تشتيت لجهود بالمجمل. الجزائر ما تقوم به الآن في وجهة نظر يعني. نعم. هو تشتيت لجهود، مش فعلا دعم او مساعده الليبيين على خروجهم من نحن سيد اسامه، نحن والله لسنا ضد مدينه،
والله لن تكون احرص مني على دم الليبيين، لكن والله لسنا ضد مدينه ولسنا ضد جماعه بعينها، انما نحاول فعلا الان حنبحث عن مشتركات بيننا وبين الاخرين للخروج من من من, من الازمه، ولكن ان تعود جماعه او تعود مجموعه تعود بنا بالذاكره ل 2012 و2013، وانت تعلم جيدا ما كان يحدث في تلك السنوات والمآسي التي اوصلونا لها لحد فتره قريبه، فهذا اعتقد امر مرفوض. الفكره ان يكون الحل السلمي هو الحل، ان يكون حلول سلميه، حلول سياسيه قد تخطو بنا شوط طويل جدا، مشوار طويل جدا ناحيه حل الازمه. والحقيقه ان هناك انفراجات والله يعني حتى الان بحسب يعني بحسب كلام السيد عبد الباسط البدري ومستشار المشير الخليفه بن باسم حفصه، في كلامه هناك انفراجات سياسيه ليبيه من الداخل ليبيه خالصه. طيب دعني أنتقل بهذه النقاط إلى السيد أسامة الخفيفي وسعود إليك سيد بلقاسم. سيد أسامة، إذا كان لديك تعليق عن ما ذكره السيد بلقاسم قبل أن أسألك تفضل. أكثر أنا والسيد إبراهيم ماشي في خط واحد، يعني لم نختلف نختلف. طيب هو قال كلهم ليبيين فخلاص ضروري يقعمزوا الحوار، بعدين مشكلة ليبيا لن تنحل إلا إذا خرج الدستور. الدستور يا سيد مصباح كل واحد حيحطه في حجمه. الدستور لما يرجع الدستور إلى البلاد ثم ننتقل إلى مرحلة انتخابات برلمانية جديدة، هذه الأسامة اللي تعبتنا الرئاسي والبرلمان والمؤتمر طيب. وغيرها تنتهي، يبدأ جسم جديد يطبق عليه الشعب الليبي، ولكن لن يبتهي هذا الجسم إلا في ظل وجود الدستور وظل رأس الحكم. مشكلة في ليبيا مصباح، من سيحكم ليبيا بعدين؟ من سيكون رأس الحكم؟ من الشخصية حيطبق عليه الليبيين؟ أنا مبادرتي تكلمنا حتى نتمنى الأمير أن يرجع حتى يقود البلاد حتى سنتين ثلاثة ثم يسلمها إلى سلطة سياسية أخرى أو انتخابات، لأن عندنا مشكلة في رأس الحكم. من سيتفق عليه في الغرب والشرق؟ هل سيتفق عليه شخص معين؟ هل سندخل في حرب جديدة؟ ولكن طالما هناك مبادرات للحوار طالما الجلوس خليهم يقعمزوا وكل واحد يد ولاحه، وكما قلت لك بالعامية كل واحد يكب شواله، خليه يسب يسب. طيب ينضم إلينا يا أخويا مصباح، حنصل إلى حل، حنصل لتجريم السلاح. طيب سأعود إليك سيد أسامة، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني بنغازي. أهلا وسهلا بك سيد الترجمان في الحدث في أسبوع والمبادرة الجزائرية وما أتى بإمساهر الآن وربما جولات هنا وهناك والحديث عن حوار ليبي ليبي، برأيك هل سيصلح الجزائريون ما أفسد الدهر؟ مرحبا بك سيد مصباح وقناة الحدث وضيوفك ومستمعيك ومشاهديك. نعم، حقيقة المبادرة الجزائرية هي ليست جديدة، لأن الجزائر حاولت خلق مبادرة عن طريق محاولة إدخال مصر وتونس في مبادرة مشتركة وربما لم يكسب لها النجاح الكبير. كذلك كل ما يحدث في المطبخ التونسي، كما نعلم أن الجزائر كانت هي المحرك الأساسي لما يحدث في المطبخ التونسي تجاه ليبيا. نعم، هذه من ناحية. من ناحية أخرى هناك تقرير هام جدا خرج من السيد مستشار وزارة الدفاع الجزائرية يحلل الوضع في ليبيا ويحلل وضع القوات المسلحة العربية الليبية، وحقيقة هذا التقرير كان سلبي للغاية. نعم، لأنه يرى في شرق البلاد، يرى في قواتنا المسلحة أنها مجرد طموحات خاصة قد تصطدم بالواقع، وأن الجزائريين يرصدون ما يحدث في شرق البلاد ولديهم رؤية خاصة بها. حقيقة ما قام به وزير الخارجية لا أعلم تفاصيله تماما، لأنه حتى الآن لم أطلع على رد واضح وحاسم من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة في هذا الشأن. نعم، كذلك بالنسبة لمجلس النواب وما حدث هو عبارة عن تصريح من رئيس مجلس النواب في وجود السيد وزير الخارجية الجزائري. نعم، وتفاصيل ما حدث في هذه الكواليس ربما لست ملما بها بشكل كافي، ولكن كل ما أعرفه أن الشقاء في الجزائر لديهم هاجس أمني كبير تجاه ليبيا، ولديهم هاجس أمني كبير تجاه حدودهم. نعم،
مع ليبيا. كذلك لديهم إشكالات في المتطرفين، وبالتالي يرون في ليبيا أن جزء من ما يحدث في ليبيا قد يؤثر بشكل مباشر وبشكل كبير. لذلك هم يرون أن الحل هو إدخال الإسلام السياسي كجزء من العملية التوافقية والعملية السياسية في ليبيا. نعم. طيب سيد خالد ابقى معي، وفاصل قصير مشاهدينا ثم نواصل وإياكم، ابقوا معنا. نحن جنودنا وحتى القوى الساندة كانوا استوعبوا القتال بسرعة وقاموا بعمل يعجز عنا أقوى المقاتلين في الدول الأخرى. لعلمكم أن جنودنا اللي قاتلوا في بنغازي هذا ستدرس في التاريخ، لأن ما فيش مكان تعرض لخطر مثل ما تعرض بنغازي. ولكن نحن لم نرضى أن نعلن أن هذه المدينة تحررت تماما إلا بعد إزاحة هذه الغمة تماما، حتى لا يبقى من ينغص على حياة مواطنين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الحدث في أسبوع، وأرحب بضيوفي مجددا الباحث في العلاقات الدولية من عبر الأقمار الصناعية من بنغازي السيد أسامة الخفيفي، وأيضا السيد إبراهيم بلقاسم مدير المركز الليبي لحرية التعبير، وأيضا السيد خالد ترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني. أهلا وسهلا بكم من جديد ضيوفي. وأعود إلى السيد إبراهيم بلقاسم مدير المركز الليبي لحرية التعبير. البعض ربما يعتقد السيد بلقاسم أن من الممكن الخوض في تجربة الجزائر في المصالحة وتطبيق على الحالة الليبية، خصوصا أن الجزائر مرت بتجربة مريرة في مكافحة الإرهاب، ولولا أن جيشها قوي لتمكنت من الصمود حتى الآن. تفضل. في فرق كبير جدا بين عملية مكافحة الإرهاب وبين دمج أخياف سياسية ليبية حتى وإن كان تحمل الشعار الإسلامي للعملية السياسية أو إشراكهم. المشاركة المجتمعية مطلوبة، ولكن علينا أن يكون لدينا إرهابوميتر، مقياس للجماعات أو تعريف وتوضيح واضح لمن هم الإرهابيين ومن هم المسالمين ومن يمكن دمجه للعملية السياسية والاستفادة منه ومن سيعطل. السيد الذي كان منذ قليل يشكر في الجزائر ويقول والله ما شاء الله الجزائر كانوا لديهم مبادرات والمبادرات تسعى وتعمل، هو في حد ذاته قد تناسى أو نسى أنه من أسابيع فقط كان عبد القادر المساهل موجود في جامعة الدول العربية في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. نعم. وكان يتحدث بشكل واضح وصريح أنه أحد مشاكل الأزمة الليبية هو أن مجلس النواب انتهى شرعيا وانتهى فعليا وانتهت، والآن نحن في ليبيا هناك فراغ سياسي حرفيا. كان يتكلم بهذا المنطق عبد القادر المساهل. نعم. الآن الذي تحدثه في فرق كبير جدا بين أن الجزائر تحاول فعلا أن تحقق أهداف لنفسها داخل ليبيا. نعم. وبين أنها تساعد الليبيين على حل مشكلتهم. أنا كنت أتحدث وما زلت أتحدث أن المشكلة الليبية ليبية. وهذه المشكلة قاربت أو اقتربت من الحل. ليش؟ لأن نحن أصبحنا كليبيين كأطراف مختلف توجهاتنا. نعم. مختلف آرائنا، أصبحنا نقترب فعلا لحل المشكلة، لأن أصبحت المشتركات بيناتنا التقاطعات الإيجابية بيناتنا كثيرة جدا. ولكن هناك أطراف داخلية وخارجية يعني حتى دولية وحتى من الأشقاء العرب، هناك من لا يرغب في أن تستقر ليبيا في هذه المرحلة. الجزائر التي كان لها أو يتحدث منذ قليل على أن والله لها هواجس أمنية، لا تخف من هواجس الجزائر الأمنية لأنهم أرسلوا لك من أرسلوا. نعم. عن من تتحدث سيد بلقاسم؟ عن من تتحدث؟ اسمحني مصباح، اسمحني بس حتى نوضح الفكرة. أنا سألتك عن من تتحدث قبل أن تكمل فكرتك يعني سيد بلقاسم لو سمحت لي. حضرتك ذكرت أن هنالك شخص ربما يهلل بالمبادرة الجزائرية، عن من تتحدث بالضبط؟ خلينا نوصل الفكرة يا مصباح وبعدين سهل. نعم فكرتك لن تصل حتى نفهم عن من تتحدث. لا أستطيع أن أفهمك عن من تتحدث يعني تحديدا. هو الأمانة الفكرة أن الجزائر تحاول أن تقوم بدور دبلوماسي في ليبيا في هذه المرحلة لا بأس به، ولكن علينا أن نفرق بين الدور الدبلوماسي وبين التدخل في شؤون ليبيا الداخلية. هناك سيادة وطنية يجب أن نحترمها، يجب أن يحترمها الجميع. طيب. الآن من يتحدث عن هواجس أمنية للجزائر أقول له لا تخف، لأن الجزائر من عام 2011 إلى يومنا هذا
ترسل لك المتطرفين عبر حدود عبر الحدود المفتوحة غرب البلاد. أرسلت المتطرفين وأغلقت الحدود بأكثر من 140 ألف جندي نعم. جزائري على الحدود في ليبيا. لا تستغرب عندما تقرأ أرقام بهذا الكم من الصحف الجزائرية، لأنهم فعلا أغلقوا آخر باب ممكن يدخل عليهم الريح مليئة بالتطرف ناحية جنوب الجزائر. فلا تقلق من هذا الشيء، الجزائر فعلا الآن تشوش على جهود ناحية الاستقرار. نحن خطينا ككل، أتكلم ككل، كل الليبيين خطينا مشوار واسع جدا ناحية الاستقرار. نحن لسنا ضد مدينة، لسنا ضد جماعة، لسنا ضد طيار، لسنا ضد أشخاص، ولكن ضد جماعات ترغب في أن تحول ليبيا من دولة إلى جمهورية من الخوف، طيب. جمهورية من الرعب. طيب دعني أنتقل إلى السيد أسامة الخفيفي. ربما عندما نتحدث عن الجزائر يجرنا الحديث عن الربط بين مبادرة دول الجوار. الآن البعض يسأل عن الموقف التونسي من ليبيا، والواضح أنه ربما يعاني صراع مؤسسات الحكم بالعاصمة تونس، أو بمعنى آخر أنه ما بين مؤسسة الرئاسة وبين منطق مؤسسة الحكومة في تونس. تفضل. لا، هو بالنسبة للموقف التونسي موقف ضعيف، حتى من كلام رئيس المستفسر لما قال أنا تهمني مصلحة طرابلس أقرب لي من برقة. ثم الغنوشي القوة بتاعه أو الأخوان مسيطرين في تونس، واضح في القرار السياسي. أنا الأخي الساد الآن يتكلم، هل يستطيع الليبيين أن يجلسوا مع بعضهم؟ هذا سؤال موجه للأستاذ خالد ترجمان وللسيد عبد السلام. نعم. ليه شو المشكلة أن الليبيين ما يقعدوش مع بعضهم؟ ليش لازم يخش في طرف آخر؟ الآن الجزائر تتحدث أنت عن الحوار داخل البلد بدل من خارج البلد. داخل البلد يا سيدي دخلت الجزائر. الآن شو الجزائر من يحكمها يا أخوي مصباح؟ يحكمها جنرالات الجيش. لا يحكمها الإسلاميون. الإسلاميون عبارة قدك صار جواز عرفي بينهم وبين الجيش. لما بدأ فيهم محاربة الجيش سلموا سلاحهم وسلموا الفكر. هذا ما تقدرش تفضي عليه، لأن الفكر قاعد عندهم. نعم. الفكر. طيب. الفكر موجود عندهم، تصدير الفكر للدول الجوار موجود عندهم. شغل المخابرات إنه أحيانا يصدر هو الحرب إلى دولة جوار موجود عنده في كل دولة، كل دولة تلعب بمصلحتها. ربما الآن الجزائر بناء على ضغوطات أوروبية، بناء على مصلحتها هي الحدودية. طيب دعني أسألك سؤال، لماذا انفكت الجزائر عن مبادرة دول الجوار؟ كانت هي مبادرة ثلاثية نحن نسمع عنها، ولا يوجد شيء يسمى المبادرة الجزائرية. كانت مبادرة دول الجوار على رأس مصر والجزائر وتونس، بدأت ربما بالفعل بعض الاجتماعات لوزراء خارجية هذه الدول، ثم ربما أصبح الموضوع على الصامت ولم نسمع عنه حتى ظهرت هذه المبادرة. لا، هي المبادرة ليست لحظة يا سيد صباح. الجنرال خليفة حفتر في يوم 16-12 كان في زيارة للجزائر، حاول حشو العقيد اللي في مصراته. هو بني مرسوس كان في زيارة للجزائر، هناك زيارات شن الجزائر، السراج زار الجزائر، عقيلة صالح زار الجزائر. بناء على هذا الشيء وجميعهم زاروا مصر أيضا. وجميعهم زاروا مصر أيضا. لا زاروا، لا ما اختلاف، لا اختلاف. هم طبعا الطرف الآخر لا يريد مصر تتدخل. هم ينظرون أن الطرف الآخر يدعم الجيش في منطقة برقة، لكن الجزائر لن تقف طرف واحد من الجميع. الجزائر تحكم فيها جنرالات. لو جينا بلغة الحوار العقلاني، فكر الجنرالات أقرب لجنرال خليفة حفتر أو جنرال شحاه والعقيد شحاه، كلمة جنرال تلقى عليه الواو فوق، من ناحية الأيديولوجية الفكرية. يبقى هون ليش من مصلحة الجزائر تتحدث الآن؟ أنت تتحدث عن عسكريين يعني، العسكر يعني يحلوا مشكلتهم لحالهم. الجزائر يحكم العسكر الآن. بوتفليقة عبارة عن شخصية تفق عليها جزائري فقط، هو راجل معاق في كرسي يعني لا يستطيع حتى يحكم، ولكن طيب. الآن أصبح صمام الأمان لجميع الأطراف. طيب. المبادرة إلى أين هنا؟ هل أنا سؤال وجه يا سيد خالد ترجمان والسيد عبد السلام، هل يستطيع الليبيون أن يجلسوا مع بعضهم وينهوا المشكلة؟ طيب دعني أنقل هذا السؤال للسيد خالد ترجمان إذا كان لازال موجود معي، رئيس مجموعة عبد الوطني. سيد خالد يسألك سيد أسامة، هل يستطيع الليبيون الجلوس مع بعضهم الآن أم لا؟ تفضل. اولا انا لم اكمل فكرتي في البدايه قبل ان تخرج لفاصل. نعم تفضل. وبالتالي فكرتي كانت منقوصه على دور الجزائر وما قامت به وما تقوم به الان من محاولاتها اخراج مصر من المشهد بشكل او اخر، لصراعاتها الداخليه، محاوله تصديرها لاشكالاتها الاسلامويه الى داخل ليبيا الى غير ذلك. هذا موضوع طويل، والذي دفع بالجزائر ودفع بمساهل الحضور إلى
الشرق الليبي. ربما الفائدة الوحيدة الذي خرج بها أنه رأى بيوم عينه كم نحن مستقرون هنا وكم استطاعت القوات المسلحة العربية الليبية عندما قضت على كل الإرهابيين في شرق البلاد في برقة أن تعطي طمأنينة لهذه المنطقة، والآن انتقلت إلى الجنوب من أجل حسم هذا الصراع ضد الميليشيات. على كل حال السؤال كيف كان سيد مصباح؟ نعم، سألتك عن سؤال موجه إليك من سيد أسامة الخفيفي بخصوص أن هل من الممكن الليبيين الآن أن يجلسوا للتحاور مع بعضهم البعض؟ سيد خالد إذا كنت تسمعني. نعم أسمعك يا سيد. نعم، سألتك عن هل إمكانية جلوس الليبيين مع بعضهم البعض الآن للحوار؟ سيد خالد ربما لا تسمع لي جيدا. أسمع إليك الآن جيدا. نعم، سؤالي كان عن إمكانية جلوس الليبيين الآن مع بعضهم البعض، وهذا السؤال موجه من السيد أسامة، تفضل. نعم، يستطيع الليبيين أن يجلسوا مع بعضهم البعض، ولكن هناك شرط أساسي وشرط أصبح الآن ليس موضع جدل، أصبح كل الليبيين يعلمون هذا الشرط، وهو مشروع قواتنا المسلحة العربية الليبية بالانتهاء من الدواعش، بالانتهاء من أنصار الشريعة، بالانتهاء من كافة التي لم ترضى بالانتخابات، لم ترضى بتصدق الانتخابات، بل انقلبت عليها بقوة السلاح، والآن تحاول أن تستمر بقوة السلاح. هل يمكن أن يجلس اثنان بمسدسات على طاولة؟ هل يمكن أن يجرى حوار سياسي بين اثنين كل منهم مسدسات تحت الطاولة؟ لابد أن تحسم هذه المسألة لصالح القوات المسلحة العربية الليبية، ولابد أن تحتكر القوات المسلحة العربية الليبية السلاح، وأن يكون هناك أجهزة شرطية وأجهزة أمنية إن كنا نريد أن نبني هذه البلاد، وإلا سيكون هناك اقتتال مهما حاولنا أن نجلس إلى طاولة الحوار، ومهما حاولنا أن نتغاضى عن ما يحدث. ألا تكون جرائم ترهون بالأمس القريب؟ نعم. ما حدث في طرابلس وفي مطار طرابلس، ما يحدث الآن عندما تستولى ميليشيات على الجنوب وتصبح هي المهرب الأساسي للبشر والمخدرات وللقوت الليبيين وللبنزين، ثم عندما تريد أن تستعيد القوات المسلحة هذه القواعد تصبح وكأنها اقتتال داخلي وحرب أهلية. نعم. هل حضرا سهل ليوافق ما بين الليبيين لأنهم في حرب أهلية؟ نحن في حرب قوات المسلحة شرعية من أجل احتكار السلاح، من أجل طرد كل الميليشيات التي تحتكم إلى السلاح، لأن لا يمكن أن ندخل في أي حوار مع مسلحين، لأنهم سينقلبون مهما وصلت اتفاقات ومهما رعتها الأمم المتحدة. نعم. ألا يكفي ما المجلس الرئاسي أكثر من حتى الآن لم يستطع أن يؤمن نفسه؟ الواضح ولا يحتاج إلى كثير من الجدل. لابد أن يحتفي السلاح من أيدي الميليشيات حتى يجلس الليبيين، ثم بعد ذلك على الليبيين أن يختاروا ما شاء لهم من خيار. تفضل سيد مصباح. نعم، طيب دعني أعود إلى السيد إبراهيم بلقاسم. السيد إبراهيم، الآن اتجاه الجزائر الآن لطرق أبواب القيادة العامة للجيش الليبي أولا، هل يعتبر الآن إقرار جزائري بفشل حليفهم السابق وهو الإسلام السياسي وأن الجيش الليبي هو المحرك للمعادلة الليبية؟ تفضل. أتمنى أن لا يكون دور الجزائر أو اقتراب الجزائر من القيادة العامة في هذه المرحلة نحو محاولة دفع القيادة إلى أو تشتيت جهود القيادة من حرب على الإرهاب واستعادة باقي الوطن الكبير، لكن يكون فعلا لدعم جهود القيادة. أنا زي ما قلت يا محمد وما زلت أكرر، نعم، يا مصباح وما زلت أكرر، أن الجزائر تحاول أن تلعب دور دبلوماسي لها في هذه المرحلة. زارت طرابلس، زارت عدة مدن ليبية، استقبلت استقبلت عبد القادر المساعد في طرابلس وفي أكثر من مدينة ليبية. نعم. رحب به، يحاول أن يقوم بدور دبلوماسي، هذا شيء لا بأس به، ولكن زي ما قلت أنه الخوف والحذر فيما بعد ذلك. أنا ما زلت أرى أن الجهود الجزائرية
ليست الا اتهام طروادة ناحيه نعم ناحيه عوض التمييز. لكن هذا لا يعني ان نحن الليبيين فشلنا في الوصول الى حل، بالعكس احنا واصلين لحل. والدليل والشاهد على هذا ان المستشار عقيلة صالح وعبد الرحمن زويحلي الان في هذه اللحظات في 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 روما وملتقيين مع بعضهم البعض ويتناقشون عن اليه الخروج من الازمه، وهذا في حد ذاته يعني لا باس فيها لدفع الاتجاه الصحيح، لان نحن نتحدث بعيدا عن التصعيد الخطير في اتجاه استقرار الدولة. نحن لا نريد التصعيد، حيدوا السلاح للنقاش، دام قادر انك تحيد السلاح فيمكننا النقاش مع الجميع. لا اتحدث عن الجميع، انما اتحدث عن الاطراف المتطرفة. هناك مؤسسة عسكرية ادواتها تستخدم ادواتها وتعمل في اطار النظم الخاصة بها والاليات الخاصة بها، ولكن اتحدث عن الباقين. حيد السلاح لنتناقش مع بعض، لا يمكن الجلوس على طاولة حوار والكل يشهر سلاحه في وجه الآخر. لا يمكن أن نتحدث عن مستقبل ليبيا والكره والحقد وخطاب الكراهية يستمر في التصعيد. لهذا أنا أتحدث الآن عن ما بعد ذلك. ثاني شيء يا مصباح، المبادرات، كثرة المبادرات ويعني ولا توجد نتائج، يعني ما فيش ناتج، يعني ضجيج كثير ولا ناتج يذكر. الآن علينا الليبيين أن نحدد بوصلة الاتجاه الصحيح، بوصلة الوطن أين يريد الليبيون أن يتوجهوا، ونعمل من خلال تحويل المبادرات، الأفكار التي طرحت في هذه المبادرات إلى آلية عمل ممكن أن نخرج بها. وهذا ما نحاول فعلا أن نقوم به، ولو كنا يعني مجموعة من الشباب يعني إن شاء الله نقدر أن نديروا شيء، لكن ما زلنا نتواصل ويعني نقوم بملتقيات نحاول من خلالها طرح الأفكار للخروج من الأزمة. الآن هناك مبادرات، لكن كيف نصل إلى 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 الضفة إلى شط طيب الأمان؟ دعني دعني أعود إلى ضيفي أسامة الخفيفي. سيد أسامة، برأيك حسب تقييمك لتعاطي الأمم المتحدة ومبعوثها أو مبعوثيها إلى ليبيا مع الملف الليبي، كيف تقرأ هذا التعاطي، خصوصا أن الكثير ممن أصاب بالخذلان باتجاه الأمم المتحدة وتعاطيها مع هذا الملف؟ تفضل. طبعا الأمم المتحدة هذه دائما مشكلة الأمم المتحدة أنها تخلق صراعات داخل دولة، بعدين تأتي الدول العظمى تحل هذا الصراع. الآن هم احتفوا بالسراج ومعطين واحتفوا حتى بالجيش اللي احترف به السراج ويسمى بالبنيان المرصوص. حتى في الجامعة العربية الآن احترفت الجامعة العربية بالسراج. حتى بعض السفراء في الدول اللي كانوا تابع حكومة وزارة الخارجية الدائري الآن أصبحوا تابع وزارة السيادة. على كلام خويا السيد خالد ترجمان، إن ما فهمت منه هو الاستمرار في الحرب، حسب ما فهمت إذا كان المقاطعه هي ليست استمرار في الحرب، هو هذا إرهاب. لا تستطيع أن تتحاور مع إرهاب. هذا أمر أعتقد أنه مفرغ منه. الذي يحمل السلاح ليس لديه إلا سلاح. من يريد أن يتحاور وأن يتناقش وأن يريد أن يجلس على طاولة حوار فله طاولة الحوار وأولى الخطوات التي بدأت اليوم، لكن لا نستطيع أن نتحاور مع من يحمل السلاح. هذا المقصد، وأن من يحتكم السلاح ويحتكر السلاح هي القوات المسلحة العربية الليبية. هذا أمر مفرغ منه وليس فيه نقاش، ولا نستطيع حتى أن نتجادل. وهذا من دفع الأبناء جهدهم ودمهم من أجله من أيام أسوار بنينة سيد أسامة. أوكي. هذا الأمر منتهي. منتهي. نحن لسنا اختلاف على أعتقد أننا لا يستحق حتى النقاش. نحن لسنا اختلاف. أنا أحكي لك أن الطرف الآن السيد السراج معترف بالجيش اللي عنده. مزبوط ولا لا؟ ولا أنا عايش برا ليبيا؟ نعم. لا تسألني، أنا أسألك. لا حتى أنا أسألك كمكودي. يبقى إذا كان هناك حتستمر الحرب، إذا كان خلاص يبقى اللي ينتصر مش داعي للحوار. لو انتصر الجيش يبقى مش داعي للحوار. هذا ربما هذا الحوار الآن. ولكن اذا كان هناك، نحن الان نعاني من فريقين، فريق اسمه بنيان المرصوص بدعم دولي يا مصباح، العمليه مش سهله. هناك ايطاليا تدعم، هناك الامم المتحده تدعم، هناك اعتراف بالسيد السراج انه هو هذا محترم هذا الجيش. نعم نحن هناك نفهم جيش شعبي، هناك جيش شعبي. نعم نفهم طبيعة الدعم الدولي الآن سيد أسامة. نحن نفهم طبيعة الدعم الدولي، وربما عزوف مجلس النواب، ربما حتى وكان لدينا تحفظات على أداء الآن عزوف عن أعطاء هذه الحكومة ربما ذات التسع رؤوس ربما الموافقة وأن تباشر مهامها، وهي ربما لها عامين ونحن ندور في نفس الحلقة، ولم يحدث أي تغيير. نتمنى بطبيعة الحال التغيير. وصلت إلى هي كلمة أخيرة منك سيد أسامة قبل أن ننهي معك وما بقية الضيوف. تفضل. أسأل الله تعالى أن يلتم جميع شمل الليبيين وأن يقف الدم الليبي
دم المؤمن على المسلم على المسلم حرام كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع. لا ترجعون بعد كفار نقاتل بعضكم رقاب بعض. قعمزوا وأشقوا بالشعب. الشعب اللي بيتعب يا أخوي مصباح. شكرا لك سيد أسامة وشكرا أيضا لرحابة صدرك وشكرا جزيلا لك أيضا. وتوجه إلى السيد خالد ترجمان كلمة أخيرة. سيد خالد قبل أن أنهي هذه الحلقة تفضل. كلمة أخيرة أستاذ مصباح، أن لا مناص من أن القوات المسلحة العربية الليبية تنهي مشروعها بتخليص البلاد من هذه الميليشيات المسلحة، سواء سميت بنيان مرصوص أو عمارات مرتفعة أو غيرها، فتلك كلها ميليشيات لا تأتمر إلا بأمر قادتها، ولأن قوات المسلحة وحيدة أنشئت، وإن شاء الله يوم 16 القادم ستخرج الدفعات الجديدة للضباط المنتمين لمؤسسة عسكرية مغلى في القدم. يكفي أن جيشنا الوطني الذي الآن يتطور أنشئ في الأربعينات قبل جيوش منطقة كثيرة. نعم. مشكلنا في من دول الجوار. وبالتالي مشروع قواتنا المسلحة لتخليص البلاد من الإرهاب، هذا المشروع الذي لا بد أن نلتف عليه ولا بد أن ندعو العالم. شكرا لك بطبيعة الحال السيد خالد ترجمان. وأذهب إلى السيد إبراهيم بالقاسم. تفضل السيد إبراهيم. شكرا مصباح. كلمة أخيرة هي أنك يعني أتمنى في الحلقات القادمة أن تنصف الجميع وتنصفني حتى في الرد. أعتقد أنك أخذت وقتك، يعني أنا حاولت أن أقسم الوقت بينك وبينه. اليوم لم يكن الوقت، يعني أتمنى أن يكون هنا أن يكون هناك حلقة أخرى وأن أوضح وجهة النظر حتى لا تصل وجهة النظر يعني مبتورة وغير واضحة. نعم. لكن أؤكد لك أنني منصف في تقسيم الوقت. وشكرا أيضا لوقتك سيد إبراهيم بالقاسم، وأيضا شكر للسيد خالد ترجمان، وأيضا السيد أسامة الخفيفي، وأيضا إلى بقية الضيوف. أشكركم مشاهدينا جزيل الشكر في هذه الحلقة. في الختام تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.